السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم إلى موجز إخباري من التناصح. أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان في سرت. جاء ذلك في بيان للبعثة السبت حول آخر التطورات في ليبيا والانتهاكات الممارسة في سرت، والتي شملت مقتل مدني واعتقال تعسفي لعدد من المدنيين، وكذلك الدخول القسري وغير القانوني إلى الممتلكات الخاصة. ودعت البعثة الأطراف الليبية للهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على جميع المواطنين، كما دعا البيان إلى الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم. أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الجمعة قرارا بإيقاف وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، وذلك احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدوره. وكلف القرار في مادته الثالثة وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن بتسيير مهام الوزارة وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة إلى وزير الداخلية. أبدى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا الجمعة امتثاله لتنفيذ القرار الصادر بإيقافه واستدعائه للتحقيق من قبل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. وذكر باشاغا في بيانه أنه ليس هناك من هو فوق المساءلة والمحاسبة في دولة القانون والمؤسسات، وأنه مستعد للمثول للتحقيق أمام المجلس الرئاسي وكشف الحقائق كما هي بحسب قوله. كما طلب باشاغا أن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة لتحقيق مبدأ الشفافية بحسب البيان. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الجمعة تسجيل 5 حالات وفاة و329 إصابة جديدة بفيروس كورونا. المركز في بيانه اليومي أوضح أنه استلم 1481 عينة كانت موزعة على 22 مدينة تصدرت فيها طرابلس ب 122 إصابة، تلتها مدينة مصراتة ب 32 إصابة، فيما توزع باقي الحالات على 20 مدينة ليبية أخرى. وأضاف المركز أن من بين الحالات الموجبة التي تمثلت للشفاء 23 حالة، ليصل بذلك إجمالي الحالات المصابة إلى 12958 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 231 حالة وفاة. وصلنا إلى نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.